أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة ذكري. أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما في الروضة ألقى أصحابي ليلى ليلى مبتسما وأرد سلاما ليلى ليلى في الروضة ألقى أصحابي مبتسما وأرد سلاما فوق الصدر أضم كتابي فوق الصدر أضم كتابي وبكفي أحمل أقلاما وبكفي أحمل أقلاما وبكفي أحمل أقلاما ومعلمتي فرحت لما في الروضة أحسنت كلاما ومعلمتي فرحت لما في الروضة أحسنت كلاما سمعتني أحفظ أشعارا ورأتني أرسم أعلاما سمعتني أحفظ أشعارا ورأتني أرسم أعلاما رسمت لي في الدفتر نجمة فرحني جدا يا ماما رسمت لي في الدفتر نجمة فرحني جدا يا ماما وكأني أعطيت وساما 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 أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب وبعدها العشاء وبعدها العشاء ونختم صلاتنا بالحمد والثناء بالحمد والثناء حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان قد أمر الإنسان قد قامت الصلاة يا إخوة الإيمان الله في علا قد أمر الإنسان أن يعبد الإله ويطلب الإحسان حي على الصلاة ليلى لا ليلى لا ليلى لا 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 ليلى لا ليلى لا ليلى لا 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 لا
أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما في الروضة ألقى أصحابي لي لي لا مبتسما وأرد سلاما لي لي لا في الروضة ألقى أصحابي مبتسما وأرد سلاما فوق الصدر أضم كتابي فوق الصدر أضم كتابي وبكفي أحمل أقلاما وبكفي أحمل أقلاما وبكفي أحمل أقلاما ومعلمتي فرحت لما في الروضة أحسنت كلاما ومعلمتي فرحت لما في الروضة أحسنت كلاما سمعتني أحفظ أشعارا ورأتني أرسم أعلاما سمعتني أحفظ أشعارا ورأتني أرسم أعلاما رسمت لي في الدفتر نجمة فرحني جدا يا ماما رسمت لي في الدفتر نجمة فرحني جدا يا ماما وكأني أعطيت وساما 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 أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر عاما عاما أنا صرت كبيرا يا ماما ها أنا أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب وبعدها العشاء وبعدها العشاء ونختم صلاتنا بالحمد والثناء بالحمد والثناء حي على الصلاة حي على الصلاة أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا